بان احنا في اجواء العيد كنخرجوا قبل العيد كنكسيو الوليدات ناخذوا لهم حويجات ديال العيد جداد وكنوجدوا كيف المغاربه كاملين الحلويات والرغايف وداكشي ديال العيد وكنهيئوا المنزل وكنفرشوا الفراش مزيان وكنقادوا الامور كيف العاده كيف المغاربه كاملين. الاستعدادات ديال العيد راه كتكون باينه، اللي عندهم الوليدات كيتقداو الوليدات ديالهم حويجات ديال العيد، كنوجدوا الحليوات، كنديروا على اساس اننا باش نمشوا زياره الاقارب باش تكون صله الرحم في هذا تبع شهر الغفران. الوليدات كنشريو لهم الحوايج، كنكسيوهم، كنمشيو عند العائله نهار العيد، كنصليو كنمشيو عند العائله، كنصليو الرحم. كنستعدوا ليه، كنعاونوا الدار باش يصايبوا الحلوى وداك الشيء، كنتقداو شويه ديال مثلا كتشري الوالده ديالك شي ملابس تقليديه تفرحهم بها مناسبه العيد، وكتلبس حتى شي لبسه ديال العيد حيت الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا نلبسوا احسن الثياب نهار العيد. يعني الفتره حتى هي كيخرجوا الناس الفتره، خص يومين قبل العيد تخرج من الاحسن. هذيك كاع المغاربه الصباح نصلى كنمشي ونرجع تاكل الحلوى تخرج مع الدراري تشوف صحاب. كنقولوا عيد مبارك سعيد لجميع المواطنين المغاربه والناس ديال المهجر كذلك. مبروك عواشركم، مبروك عواشر المغاربه كامل. كنتمنى عواشر مبروكه لجميع المغاربه. نتمنى ان شاء الله يكون عيد مبارك سعيد على كاع المغاربه وعلى كاع المسلمين ان شاء الله في العالم كامل.